السلام عليكم. النهارده هنستكمل كلام عن ال realistic constraints and the standards. تحديدا هنتكلم عن الستاندردز او المواصفات القياسيه. هل عمرك سألت نفسك في يوم ليه الكريدت كارد او البنك الخاص بالكارت بتاعك بيشتغل في اي مكان في العالم؟ Or being thankful that the dashboard symbols in Japanese car you drive in Kuwait are the same car you rent in France or Australia. بمعنى الداشبورد دي اللي هي عدادات البنزين، اي عدادات اخرى خاصه بالسرعه وخلافه اللي هي موجوده في التابلو بتاع العربيه، سواء العربيه بتاعتك العربيه مش من الكويت، العربيه من اليابان او من اي دوله تانية، سافرت اي دوله تانية هتلاقي نفس التابلو بنفس الداشبورد سيمبلز. او مثلا لو حبيت تشغل فيديو امباج، مثلا الامتداد بتاعه امباج، حبيت تشغله عن طريق فايا الويب، عن طريق البراوزر بتاعك، على أي جهاز كمبيوتر، على أي نظام تشغيل، هيشتغل من غير أي مشاكل. أو مثلا ده هنا احنا بنتكلم عن حاجة اسمها الكومباتيبلتي، إن نفس المنتج الهندسي بيشتغل في أماكن مختلفة حول العالم بنفس الكفاءة والكيفية. لكن برضو هنتكلم عن حاجات تانية، انك مثلا ممكن تلاحظ ان لعب الاطفال مثلا ليها تصميم معين، ان مبقاش فيها شارب ايدجز بحيث انها الطفل يعور نفسه بيها او يؤذي نفسه. Or being confident that the imported packaged food you eat in fresh is fresh and safe. يعني الاكل اللي انت بتاكله سليم وما فيهوش اي مشاكل وامن ان انت تستخدمه. كل ده مرتبط بالستاندردز او المواصفات القياسيه. الحقيقه مواصفات قياسيه مش بس مواصفات قياسيه للمنتج الهندسي على مستوى المدينه او المقاطعه او الولايه اللي انت فيها، ولكن على مستوى الدوله، بل في بعض المواصفات القياسيه نوعها انترناشونال ستاندردز او مواصفات قياسيه على مستوى جميع الدول لازم تلتزم بها. ايه هو الستاندرد؟ تعريفه اذا دوكيمنت، هي مجرد وثيقه established by consensus and approved by recognized body that provides for common and repeated use rules, guidelines or characteristics for activities or their results. ايه معنى الكلام الكبير ده؟ معنى ان الوثيقه دي في منظمات معترف بها دوليا، الناس كلهم جم اتفقوا عليها كده، ان دول فيهم اشطر ناس مثلا فاهمين في المنتج الهندسي الفلاني، هيقدروا يحطوا المواصفات الخاصه بيه. ووافقوا ان الجهه دي او المنظمه دي ريكوجنايزد بودي ده هيحط لنا مجموعه من القواعد العامه الريبيتد اللي نقدر يعني كذا حد يقدر يستخدمها، مش الاستخدام لمره واحده. فيها مجموعه من القواعد والجايد لاينز والكاركترستكس لمجموعه من الانشطه، او حتى الريزلتس يعني المنتج النهائي، في الريزلتس في النتائج النهائيه بتاعته. الغرض ان انا اوصل ايه بقى؟ aimed at achievement of optimum degree، ان انا اوصل لحاجه تبقى اوبتيمم، بمعنى انها تبقى كفاءتها عاليه، اوف اوردر ان ا جيفن كونتكست، طبعا ايه في سياق معين. وبالتالي ده كانه ايه، كان الختم كده اللي هو بيختم والله المنتج ده ابروف، ينفع ان هو يتباع وينفع ان هو يتم تصديره واستيراده عبر الدول. الحقيقه يعني مش كل الستاندردز او المواصفات القياسيه عالميه، في بعضها بيبقى خاص بالمقاطعه او المدينه بس، وبعضها بيبقى على مستوى مجموعة دول، وفي بعضها على المستوى الانترناشونال أو العالمي. فالحقيقة في الناشونال دي خاصة بدولة معينة، وفي عندنا الانترناشونال دي، وفي عندنا الريجنال دي هتبقى على مجموعة دول، وفي عندنا الانترناشونال بقى ده على مستوى إيه؟ على مستوى كل الدول. عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية في عندنا حاجة اسمها ساسو. ساسو دي اختصار ايه؟ سعودي اريبيا ستاندرايزيشن اورجانيزيشن. دي مفروض انها الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، تمام؟ فهنا دي خاصه بالمملكه العربيه السعوديه بس، تحط بعض المواصفات والمقاييس والجوده اللي تلائم الشعب السعودي، مش بالضروره تنفع مع الشعب اللبناني او شعب من اي دوله ثانيه. كل شعب ليه الكالتشر بتاعته، وليه ممكن درجة الحرارة نفسها، يعني حاجة تنفع في درجة حرارة لدولة قريبة من خط الاستواء ما تنفعش في دولة زي استراليا مثلا، قرب القطب الجنوبي مثلا يعني.
وفي عندنا مجموعة من فهنا دي هيئة، دي منظمة بتحط القواعد القياسية في المملكة العربية السعودية. في عندنا بعض الستاندردز ريجونال، ريجونال يعني على مستوى ريجن، ممكن تبقى على مستوى الشرق الأوسط مثلا، على مجموعة دول زي ما اتفقنا أو جروب بيحط ريجونال ستاندردز. في عندنا على سبيل المثال مثلا سن، ده في أوروبا، وفي عندنا على مستوى شرق آسيا، دول شرق آسيا في عندنا الباسك. السن ده اختصار European Committee for Standardization، فهي هيئة بتحط ايه المواصفات القياسية على مستوى أوروبا. وفي عندنا في آسيا باسيفيك، آسيا والمحيط الباسيفي، في عندنا الباسك، ودي المفروض برضو انها ايه، انها جهة على مستوى دول آسيا، فورم اوف ستاندرايزيشن اورجانيزيشن للباسيفيك اريا، البي اي هنا الباسيفيك اريا، و اس سي هنا ده الستاندرايزيشن كوميتي، هي اختصار باسيفيك اريا ستاندردز كونجرس. فهنا دي خاصة بمجموعة دول، ما ينفعش اقول انها بتحط المواصفات القياسية لكل الدول على مستوى العالم. في عندنا بقى على مستوى العالم الانترناشونال، في عندنا WTO او الورلد تريد اورجانيزيشن، دي هنا بتحط بترولز، بتحط القواعد والقوانين اللي هي required ل their national regulations on standards produced by organizations like ISO و IEC. ISO دي برضو منظمة عابرة للقارات، نقدر نقول international، والغرض منها انها بتبدأ تحط المواصفات او الستاندرد بحيث انها تبقى ملائمه لجميع الدول، جنرال جلوبالايزيشن اوف تريد في حاله مثلا دبليو تي او، ان ينفع انت تستورد وتصدر المنتجات عبر الدول المختلفه وتظل صالحه للاستخدام عبر ايه؟ عبر هذه الدول. فهنا لو حطينا الهرم بتاعنا، لو حطينا الامثله اللي احنا لسه اتكلمنا عنها، فعندنا الايزو، ده هنا الانترناشونال اورجانيزيشن فور ستاندرايزيشن، دي حاجه كده ايه عابره للقارات على مستوى الدول. في عندنا حاجة زي سن، ده هنا على مستوى مثلا أوروبا فده ريجنال، وفي عندنا حاجات ناشونال ستاندرز. في بعض الأوقات ممكن تبقى حتى خاصة بمدن أو مقاطعات، الحاجة دي بيقول بابليك افيلبل سبيسيفيكيشنز، وفي وهنا دي تقسيمة أخرى، إن في بعضهم بابليك افيلبل سبيسيفيكيشنز وفي بعضها سبيسيفيكيشنز برايفت، في بعض السبيسيفيكيشنز أو المواصفات ممكن تلاقيها متاحة على الإنترنت، وبعضها الاخر متاحه يعني اوبن سورس، وبعضها الاخر لازم تدفع فيه فلوس عشان تشتريه عشان تعرف تصنع المنتج الفلاني. يعني الانترناشونال مش حرفيا يعني بالضروره يبقوا كل الدول تبقى ممبر في كتابه المواصفات، ولكن في النهايه بتلتزم بتطبيقه. يعني هنا مثلا على مستوى العالم باللون الازرق هنا كده عندنا الدول الاعضاء اللي هي في الايزو، واللي باللون الاصفر دي كورسبوندنت ممبرز، اللي باللون الاحمر دي بس دوله وحيده او دولتين هنا بس سبسكرايبرز. ايه الكونسيومر بقى عاوزه من البرودكت؟ يعني هنا لما نيجي نتكلم على الستاندرد او المواصفات القياسيه، هي المفروض زي ما اتفقنا كده او وضحنا في الكام مثال اللي في الاول، ان انا اعرف اعمل حاجه تبقى ملائمه للاستخدام بين دول المختلفه مثلا، مش بس الاستخدام الحقيقي، الاستخدام والصيانه. يعني انا عملت منتج معين وبعدين عاوز اعمله صيانه، لو انا ما عنديش طريقه موحده وطريقه قياسيه ومعياريه واحده اقدر اقرا بيها الدوائر الكهربيه مثلا عشان اصلح المنتج ده، مش هعرف اعمله صيانه، وهضطر دايما ان انا اصدره تاني للدوله المنتجه عشان تعمله صيانه، الموضوع هيبقى مكلف جدا. فهنا احنا بنبدا نشوف على متطلبات العميل، العميل عاوز ايه؟ عاوز البيست جودز اند سيرفيس، الجودز دي اللي هي البضائع يعني والخدمات، وعاوزها بافضل قيمه وانها تبقى متاحه لمعظم الناس. فهو المفروض ان الستاندرد بتاعي يوصلني، يساعدني ان انا اوصل للايه؟ للبيزك كونسيومر بروتكشن، ان انا اقدر احمي العميل او الزبون بتاعي واوفره كواليتي عاليه، ريلابيلتي عاليه، افشنسي كفاءه عاليه، interchangeability ان هو سهل ان هو يتم صيانته وتعديله. فنقدر نرص كل الفوائد اللي بنحصل عليها من الستاندرز في مجموعه النقاط دي. احنا اتفقنا مش بس
interoperability مثلا، انها تبقى سهل انها ما بين الدول المختلفه يتم استخدامها، ولا بس انها توفر كفاءه، ولا لا كمان ممكن صيانه، كمان ممكن تحمي زي ما ضربنا في المثال بتاع لعب الاطفال، ان هي ما يبقاش فيها مثلا الايدجز بتاعتها ما تبقاش شارب ايدجز بحيث انها تاذي الطفل. فالحقيقه المواصفات القياسيه مفروض انها تغطي كل هذه الجوانب، انها تبقى بروتكشن اوف سيفتي اند هيلث، يبقى فيها امنه، انها تضمن ان المنتج ده امن للاستخدام، البرفورمانس بتاعته عاليه، لا يؤذي البيئه، في هنا انفيرمنتال ايشوز، سهل الاستخدام، الكواليتي بتاعتها عاليه، الكومباتيبلتي بتوين برودكتس، او ده اللي بنقول عليه الانتر اوبرابيلتي، بمعنى ان هو كومباتبل، يعني ما ينفعش اجي استخدم جهاز مثلا عندي هنا على الفيشه اللي عندي مثلا في الدوله بتاعتي تختلف، ما اعرفش اشغله عشان مثلا فيشه مختلفه او تردد مختلف او غيره، لازم في وسيله ان انا اعرف ايه اشغل الجهاز ده بسهوله يبقى كومباتبل. ترانسبيرنسي اوف برودكت انفورميشن اند ليبلنج، المواصفات القياسيه لا لازم والله تبقى واضح، لو خصوصا مثلا حاجه زي غذاء تبقى انت الغذاء ده مده صلاحيته معروفه، المكونات، نسبه السكر، نسبه الدهون الى اخره، الموضوع يبقى فيه شفافيه، ويبقى انت فعلا عامل ليبلنج بشكل جيد للمنتج بتاعك، ما يبقاش فيه اي فولس اور مسليدنج كليمز، ما تبقاش انت بتدعي ادعاء كاذب بان المنتج ده بيوفر طاقه لو بنتكلم عن غذاء، او بيوفر حاجه معينه، او لو عن مثلا رسم هندسي خاص بمبنى لو ده المنتج الهندسي بتاعنا، ما بقاش والله بقول ان هو بيستحمل درجه حراره كذا واحمال كذا، وده كلام مش حقيقي. فهنا المواصفات القياسيه بتحط بعض الشروط وبعض الاختبارات اللي تضمن تحقيق ان انت ما فيش ادعاءات كاذبه، وان فعلا ايه البرودكت انفورميشن متاحه ومعمولها ليبلنج بشكل سليم. في الكومبيتيشن ما بين الشركات والبضائع والخدمات المختلفه، سيستم اوف ريدرس such as complaints handling and processing of claims، يعني لو في شكاوى او في اي مشاكل، لا العميل يقدر ان هو يبعت الشكاوى بتاعته ويتم مراجعتها ويتم تصحيح او تصليح السيستم او المنتج، consistency in delivery of services و suitability of products for vulnerable population، زي ما قلنا ان المنتج بتاعنا يبقى صالح للاستخدام عن طريق مثلا الاطفال، عن طريق اشخاص ذوي الاعاقه، عن طريق كبار السن الى اخره. فهنا يعني ايه، في جوانب كتيره جدا للمواصفات القياسيه، المفروض ان حريص في النهايه ان انت توفر للعميل بتاعك افضل جوده بتكلفه معقوله، ما تكذبش عليه في اي مواصفات، ان انت يبقى متاح للاستخدام ما بين دول مختلفه وما بين اعمار وفئات سكانيه مختلفه. newer issued that standard address include but not limited to، يعني بعض الحاجات بقى اللي ظهرت مع زياده بقى المنتجات، بدات الجلوباليزيشن والمنتجات بدات تتعرض لاسواق مفتوحه مختلفه، فظهرت بعض النيو فيتشرز او نيو ايشوز اللي لازم المواصفات القياسيه تتكلم عنها. ولذلك هنلاقي دايما المواصفات القياسيه ممكن مع الوقت كمان بيتم اصدار عده مرجعيات او فيرجنز من نفس المواصفات القياسيه، وليكن مثلا مواصفات قياسيه بتتكلم عن منتج معين، عن اطار العربيه مثلا، المواصفات الخاصه بيه، هتلاقي عن جهاز مثلا طبي معين العنايه المركزه، فهتلاقي والله لا في ميديكال ستاندرد فيرجن 1 وفيرجن 2 وفيرجن 3 اند سو اون، تلاقي طبعا الايزو ستاندرد، لو بنتكلم على الايزو العالمي هتلاقي في منه كذا ايه كذا فيرجن لنفس الحاجه او لنفس المنتج، او التوصيف العام لعمليه انتاج منتج هندسي معين. اداره الكاستمر ساتسفاكشن، ودي يعني كان في الاول كان بيشار ليها بحاجه زي الريدرس، او اللي هو ان احنا نهندل الكومبلينز، وان طبعا يبقى فيه ليبلنج ومفيش مسليدنج كليمز، لكن دلوقتي ما بقاش مجرد الامر ان المنتج يبقى عامل عليه ليبلنج سليم مفيش مسليدنج وبتتلقى شكاوى، لا انك تدير العمليه دي بالكامل، المانجمنت اوف كاستمر ساتسفاكشن، سستينبل كونسامشن، اكسسبل ديزاين، بيرسونال داتا بروتكشن، برايفسي ايشو، سوشيال سيكيورتي، بدا موضوع السكيورتي ده يبقى موضوع ملح، يعني في الاول ممكن بتتكلم عن حاجه زي عربيه بريموت، فمهم ان انت تعمل الحاجه دي
وخلاص من ناحيه الفانكشناليتي والستاندرد او التوصيف القياسي، والله بيبدا يحط كل المعايير اللي تضمن راحه الراكب او مستخدم العربيه، وان كل حاجه تبقى واضحه وصريحه، ونتلقي الشكاوى، ومن ناحيه ان هي انتر اوبريبل، تعرف تستخدم ما بين الدول المختلفه الى اخره. لكن ظهر مؤخرا بقى مشكله ان حد ممكن يستخدم الريموت ده يعمل عليه هاكينج بشكل او باخر، ويخترق العربيه على سبيل المثال، او يفتح الابواب، او يعمل حاجه معينه. فظهر مفهوم السكيورتي بقى من ضمن الحاجات المهمه، مش بس ان الحاجه تبقى سيف امنه للاستخدام، لا كمان سكيورتي بمعنى ان ما حدش يقدر يخترقها او يقدر يؤثر عليها بشكل سلبي. سوشيال ريسبونسابيلتي، تاثير المجتمعي للمنتج بتاعك. الايثيكال برودكشن براكتسز، فاليو بيزد ليبلنج سكيمز، ان انت ازاي تستخدمها بشكل اخلاقي لو منتج معين، لو بنتكلم خصوصا بقى في الخدمات زي السوشيال ميديا والفيسبوك وخلافه، ان مثلا لا يتم تناول اخبار مغلوطه او اخبار تؤثر على السلم العام. فدي من ضمن الامور اللي جدت طبعا مع زي ما اتفقنا الجلوبلايزيشن، انتشار المنتجات بشكل واسع، وصلت لكل الفئات، بقى ليها تأثير اكبر. فبدأ يظهر حاجات، تحديدا الحاجات اللي هي ممكن نتكلم عنها فيري نيو، جديده قوي، حاجه زي قصه سكيورتي والإيثيكال براكتسز خصوصا في السيرفيسز، حاجه زي المانجمنت اوف كاستمر ساتسفاكشن، الامثله اللي احنا ضربناها. سنس الكونسيومر كان انفلونس ستاندردز، الكونسيومرز مش بس هو بيستفيد زي ما احنا شايفين، هو بيؤثر في حته ان هو ممكن يعمل كومبلين مثلا، او ان هو والله هو استخدم المنتج وبعدين قال لا معلش انا محتاج المنتج بتاعي يبقى فيه كذا كذا كذا. الحقيقه ان العميل ده واحد من ضمن الستيك هولدرز المهمين. يعني لو بتكلم انت لما كمهندس لما تيجي تصمم منتج معين، انت المفروض بتسال العميل انت عاوز ايه من المنتج، انت عاوزه عاوز شكله يبقى عامل ازاي. فهنا سبيشال ان ريليشن فولوينج ريكويرمنتس اور جايدنس، في الحقيقه هو في الاخر المنتج معمول عشان العميل، فهو هيبدا يقول لي انا عاوز فيه ايه. فهنا بيديفاين ده ديفاين هاو جودز اند سيرفيسز ار برودوسد. فهنا الستاندردز ممكن تساهم في تساعد في انها ان المنتج بتاعي يبقى اب تو الكاستمر اكسبكتيشن، الحاجه اللي هو متوقعها من الستاندرد. فهنا برضو بنتكلم عن علاقه ما بين رضا العميل والمواصفات القياسيه الخاصه بالمنتج. على سبيل المثال هنا عندنا ايزو 9001، ده بيتكلم عن الكواليتي مانجمنت. فهنا مثلا بيتكلم عن زجاجه مثلا معينه، استخدمها زجاج الدواء او خلافه، فالشكل المواصفات القياسيه بتاعته تبقى عامله ازاي، هل مثلا الغطاء يبقى حديد ولا بلاستيك، لازم يبقى في تدريج. انت بتتكلم عن دواء، فالمريض مثلا عاوز ياخد كميه معينه بالملي لتر مثلا، فازاي يقيسها، فالتدريج يبقى موجود على الازازه وهكذا. فهنا بنتكلم هنا ايه، هنلاقي بناء على رضا العميل، ان العميل يبقى سهل ان هو يستخدم المنتج، ظهر بعض الريكويرمنتس او الجايدنسز اللي لازم التوصيف بتاعي يتضمنها، زي هنا البرفورمانس ليفلز اوف ذا فينيشد برودكت. performance level هو قد ايه في performance، دي معناها الكفاءة او الجودة. هنا ال dimensions، الارتفاع، المينيموم هايت، الديستنس، الاماونت او التايب بتاع البرودكت انفورميشن، لو مثلا علبة دواء المفروض معاها مثلا معاها ورقة فيها روشتة فيها انفورميشن بيتكلم ازاي تستخدم الدواء دون، instruction for correct packaging، اه والله لا الدواء ده لازم تشيله في درجة حرارة معينة، تشيله داخل ثلاجة مش عارف، لما تحتفظ بيه لازم تحتفظ بيه بشكل معين، packaging، adequate disposal or recycling methods، لو بتكلم عن بطاريات تحديدا مثلا ما ينفعش ترميها في القمامة، البطاريات لو تعرضت لسخونة عالية ممكن تنفجر، فهنا disposal او recycling ازاي تتخلص حتى من المنتج بتاعك. types of warning، التعامل مع لازم في تحذيرات، اه والله لو درجة الحرارة وصلت لحاجة معينة لا الدواء ده ترميه، أو البطارية تبدأ تشوف إزاي تتخلص منها بشكل آمن. اختبار المنتج عشان تطمن إن هو ما بيأثرش على صحتك بشكل سلبي. الكومبوزيشن أوف برودكت ماتيريال، دي هنلاقي في معظم المنتجات حوالينا بما فيها المنتجات الغذائية، بقى تلاقي كل منتج مهما كان بسيط، حتى لو بتتكلم عن لبان هتلاقي كده في توصيف الكومبوزيشن، إيه الإنجريدينتس، إيه المكونات بتاعته،
والنسب مثلا الدهون قد ايه، نسب السكر قد ايه، الى اخره. كل الامثله دي بس بتوضح لنا يعني اللي احنا عاوزين نتعلمه هو الستاندرد. لما تيجي توصف، لما تيجي تحط مواصفات قياسيه معياريه لمنتج، ايه هي الحاجات اللي تاخدها في الحسبان؟ انت في الاخر عاوز العميل يبقى مبسوط. مبسوط دي كلمه كبيره قوي. مبسوط دي يعني مهما كان في اي دوله يعرف يستخدم حاجه بسهوله. مبسوط دي يعني لا، الحاجه دي لا تؤثر عليه من الناحيه الصحيه بشكل سلبي، سواء بقى كان طفل، كان كبير في السن، كان عنده اعاقه بشكل ما، ان هو شايف الليبلز يعرف يتعامل معاها بسهوله، يعرف يتخلص منها بسهوله، يعرف يحتفظ بيها من غير مشاكل، يعرف يستخدمها اصلا. لازم تدي له انستراكشن مانيوال عشان يفهم هيستخدمها ازاي، ما يبقاش ليها تاثيرات ضاره على البيئه. فالحقيقه كل النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها دي، ما فيها طبعا النقاط اللي احنا قلنا جدت مؤخرا زي السكيورتي، وزي ان انا عندي ايثيكال برودكشن براكتسز، وان السوشيال ريسبونسابيلتي. فكل الحاجات دي المفروض انها تبقى موجوده في الستاندرد او المواصفات القياسيه بتاعتي. اللي اتكلمنا فيه قبل كده ده كان ليه علاقه اكتر بالعميل او الكاستمر، لكن برضو يهمنا يعني في الاخر انت بتعمل منتج هندسي لشركه عاوزه تكسب. فهنا بالنسبه للمكسب او بالنسبه للشركه او بالنسبه للبيزنس او الصناعه او الاندستري، ايه هو الامباكت بتاع الستاندرد المواصفات القياسيه على البيزنس او على النشاط التجاري بتاعي؟ فهو الحقيقه بيأفكت بشكل يعني غير مباشر كل المنتجات والخدمات اللي بتستخدمها في التجاره. ازاي؟ ان هو بيبروفايد نيشن ستاند اندستريال بيز وذ اوبورتونيتيز تو انفلوينس ان انترناشونال ماركتس. ازاي المنتج بتاعك يتفاعل مع السوق او الماركت. ستاندردز اند كونفورميتي اسسمنت بروجرامز بلاي ا كي رول ان ترانسفير اوف تكنولوجي فروم ريسيرش اند ديفلوبمنت ستيج تو برودكشن. الكلام ده مهم جدا، بمعنى ان انا المواصفات القياسيه هنا انا بتكلم عن منتج هينزل الصناعه. لو انا في عندي المنتج ده تم اختباره في المعمل او اتعمل عليه ابحاث معينه، النقله من الابحاث للصناعه لازم ليها بعض الاختبارات المختلفه تماما عشان تلائم انها تنزل فور ماس برودكشن، ما ينفع يتم انتاج كميات كبيره منها تلائم الصناعه. فهنا هيبقى في اشتراطات ونوع مختلف من الاختبارات اللي هيتم تضمينه في المواصفات القياسيه، طالما انت عاوز المنتج اللي كان لفتره تحت الابحاث او تحت الدراسه يتحول لمنتج ينزل السوق او ينزل في الصناعه. Industry participation in the standards development process. For example, can seat company representatives at the same table with their customers, identifying customer requirements early, makes it easier to plan and integrate necessary design changes. This also much more economical than trying to retrofit a product and the manufacturing process after standard is approved. المقصود من الجزء ده ان هنا تفاعل الصناعه مع المستخدمين، وان انا ابقى مطمن وانا بدخل المنتج بتاعي في حيز الصناعه ان هو ملائم لاحتياجات المستخدم، واتفادى عمليات تغيير المنتج بعد كده. ما ابداش اعمل منتج وبعدين يجي لي فيدباك عنه ان في بعض السلبيات او ان هو محتاج يتغير بشكل او باخر، فابدا اعيد اضافه النيو ريكوايرمنتس دي، فلاقي الديزاين او المانيفاكتشرنج بروسيس الفيز بتاعتي عماله تطول وعمال بخسر فلوس كتير. انا هنا في جانب الصناعه يهمني ان انا اعمل حاجه ماتش مور ايكونوميكال، اعمل حاجه اقتصاديه تديني مكاسب كتيره وتبقى ملائمه ان انا حتى ما احملش التكاليف دي للمستخدم في النهايه. فهنا اقتصاديه بمعنى انا بكسب والمستخدم في نفس الوقت مش بيتحمل تكلفه كبيره. Being part of the standard development process, industry representatives help to shape a standard. برضو الجزء ده مهم جدا. احنا عندنا الكاستمر هو جزء من وضع المواصفات القياسيه بشكل غير مباشر. طبعا يعني المستخدم مش بيكتب بايده المواصفات القياسيه، ولكن الاشخاص المسؤولين عن وضع المواصفات القياسيه بيقعدوا مع الكاستمرز ويشوفوا طلباتهم ايه في المنتج ده، مناسب استخدامهم ازاي، ممكن عن طريق استطلاع راي، عن طريق انه يختار عينات معينه. وبرضه الاندستري ريبريزنتيتيفز اصحاب الشركات واصحاب البيزنس هيلب تو شيب ستاندرد
اه والله المواصفات عاوزين الشكل الفلاني، احنا عاوزين نعدل فيها كذا، لان هو في الاخر يهمه انه يعمل حاجه برضو فيها مكسب. انت اه حاطط شروط على البرفورمانس والجوده وخلافه، ولكن انا عشان اوصل لمكسب معين، فيا اما الحاجه هتبقى غاليه عشان كفاءتها تبقى، عشان كفاءتها تبقى عاليه، يا اما كفاءه متوسطه والحاجه ممكن تبقى ارخص شويه. فهنا هيبقى في نوع من النيجوشيشن مع الاشخاص اللي بيحطوا المواصفات القياسيه، بحيث ان هم يقدروا يحطوا حاجه اكثر تفصيلا تلائم البيزنس والاندستري، وتلائم في نفس الوقت الكاستمر. هنا برضو ده مثال اخر، هاو تو ادرس الكونسيومر كونسيرنز، حاجه زي مثلا تشيلد ريزيستنت باكجينج. انا مش عاوز الدواء يبقى سهل ان الطفل يفتح علبه الدواء وياخد الادويه دي، ممكن تؤثر عليه بشكل يهدد حياته. فعلى سبيل المثال هنا ده نوع من انواع الاغطيه، مثلا لازم ايه، بوش داون اند تيرن. انت لازم يعني عمليه فتح الدواء مش عمليه سهله، مش مجرد بتشد حاجه هتفتح معاك تبقى بسهوله جدا الطفل يقدر يوصل للدواء، لا ده انت لازم تمسك الغطاء وتلفه الاول، وبقى او الاول تضغط لجوه وبعدين تلفه، فالعمليه بقت اكثر تعقيدا بحيث ان يبقى صعب جدا ان الطفل يوصل للدواء. هنا واحد من ضمن الستاندردز المهمه اسمه ايزو 8317، ده بيتكلم عن ازاي تعمل تشيلد ريزيستنت باكجينج ريكويرمنتس والتستنج بروسيدجرز لريكلوزابل باكجز، باكجز سهل ان انت تقفلها تاني بعد ما تاخد الدواء والطفل ما يقدرش يوصل لها، فهنا بنقلل الريسكس. فهنا مش بس بتكلم عن ان العميل حققت كل رغباته، لا كمان انا بغطي حاجه اسمها الكونسيرنز، التخوفات اللي عند العميل من اساءه استخدام المنتج. عندنا مثلا حاجه زي السكوبا دايفنج، فهنا هنلاقي فيه مجموعه من الستاندرز بحيث ان انا اضمن الدايفنج اللي هو الغوص هنا، ان العميل اللي هيستخدم ادوات الغوص دي مش هيتعرض لاي اضرار صحيه. فهنا عندنا في سيفتي مثلا، سيفتي ريليتد ليفل 1 ليفل 2 سوبرفايزد درايفر، لو انت معاك يعني هنا تريننج فور ريكوريشن سكوبا درايفرز سوبرفايزد، وفي عندنا هنا مينيمم ريكويرمنت فور تريننج اوف سكوبا انستراكتورز، انت عاوز تبقى انستراكتور بقى مدرب للغوص، فهنا هتلاقي فيه مواصفات قياسيه معينه كلها تحت برضو بند الايزو. هنا دايفنج سيرفيس بروفايدر، ففي حاجه هتلاقيها للغواص نفسه، لمدرب الغوص، لمقدم خدمه الغوص. يعني لو انا عندي شركه هي اللي بتستدعي مجموعه من الانستراكتورز مدربين الغوص عشان يدربوا اشخاص ان هم يقوموا بعمليه الغوص، فكل حد من دول هتلاقي ليه ستاندرد بيخاطبه، مواصفات قياسيه ازاي تبني الشركه بتاعتك، مواصفات قياسيه ازاي انت كانستراكتور تلتزم بيها بحيث ان يبقى فيه ضامن السيفتي والحمايه للشخص اللي انت هتقوم على تدريبه. السيفتي بالنسبه للغواص نفسه، كل واحد من دول ليه ستاندرد. هنا برضو بنتكلم عن الكونسيرنز او التخوفات اللي عند الكاستمر بتاعي. جزئيه برضو مهمه اتكلمنا فيها وهي الكومبلينز هاندلنج، ازاي ان انا اتفاعل مع الشكاوى بتاعت العميل. هتلاقي مثلا هنا عندنا ستاندرد ايزو 1002، ده بيتكلم عن الافكتيف كومبلينز هاندلنج بروسيس، بحيث ان انا في الاخر الغرض ان انا اوصل للكاستمر ساتسفاكشن، ان العميل بتاعي يبقى راضي، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندي ايه؟ ما يبقاش عندي طوابير طويله. يعني انا الهدف في النهايه انا عاوز اهندل الكومبلينز، ولكن في نفس الوقت انا عاوز اقللها قدر الامكان، اتفاعل معاها بشكل سريع ومباشر وفعال. الهدف بتاعي ان انا على اللونج ران او على اللونج تيرم ان الكومبلينز دي تبقى اقل ما يمكن. برضو هنلاقي عندنا هنا الووتر درينكينج ووتر اند ويست ووتر سيرفيسز، هنلاقي برضو عندنا في مجموعه من الستاندرز اللي بتتكلم عن التفاعل مع الويست ووتر، مع الووتر نفسه. لا يعني بتكلم عن مثلا حاجه زي المياه المعدنيه، درينكينج ووتر سيرفيسز، ويست ووتر اللي هي المخلفات يعني اللي فيها ميه، التفاعل معها ازاي بحيث ان انا ارفع من كواليتي. العميل مش عاوز ان هو ياخد ميه مثلا فيها نسبه شوائب او لم يتم فلترتها بشكل كويس. فهنلاقي برضو عندنا في نماذج لمجموعه من الستاندردز،
وكل ستاندرد هتلاقيه بيتكلم عن مشكله فرعيه من المشكله الكبيره ما بين مزود الخدمه والمستخدم اللي بيستفيد من الخدمه في النهايه. بروتكشن اوف بيرسونال انفورميشن، هنا بنتكلم عن حاجه زي السكيورتي، هنلاقي عندنا مثلا هنا كان كيو 830 96، هنلاقي في عندنا هنا بعض الـ يعني الفوتو اليومينيست اند سيلف ليومينس اكزيت ساينز اند باث ماركينج سيستمز، ان انت مثلا مخارج الطوارئ تلاقي حاجه كده بتنور بالليل مثلا مفيش اضاءه كويسه. فهنا في كنديان ناشونال ستاندرد هتلاقي برضو حاطط بعض الستاندردز ازاي تبقى في عندك مواصفات قياسيه لو انت بتعمل منشا او مبنى، يبقى المنشا او المبنى دون بتحط علامات واضحه عند مخارج الطوارئ، عند بتحمي الاماكن اللي فيها بيرسونال انفورميشن لو في داتا سنتر مثلا جوه المبنى، ان يبقى في انظمه حمايه من الحرائق افكتيف سموكس الارمز. يعني ما اعتقدش ان انت مطلوب منك تحفظ الارقام الخاصه بالستاندرد، لكن تبقى عارف ان في عندنا مواصفات قياسيه انترناشونال للتفاعل مع المي درينكينج الووتر ووتر ويست، للتفاعل مع الكومبلينز، للدايفنج، ل تشايلد ريزيستنت باكجينج. تبقى فاهم كل واحده من دول ليها مواصفات قياسيه عابره انترناشونال على مستوى الدولي. وفي عندنا ايه، وفي عندنا هنا بعض المواصفات القياسيه الخاصه ببعض الدول او ناشونال لبعض يعني العلامات التحذيريه وتصميم انظمه تجيد استخدام المبنى الهندسي، طبعا ده في مثال اللي موجود قدامنا سلايد دي، او المنتج الهندسي بشكل عام بكفاءه. هنا عندنا ايه بعض الاختبارات، يعني which of the following aspects of goods and services can be addressed by a standard. ايه اللي انا الستاندرد بيتكلم عن، بيتكلم عن الكواليتي، بيتكلم عن التاثيرات الانفايرمنتال اسبيكتس او الايكولوجي، سيفتي ان حاجه تبقى سيف، ريلابيلتي، كومباتيبلتي، انتر اوبرابيلتي، افشنسي. طب رص بقى كل الايه، كل الكلام احنا، سوشيال سكيورتي، ان هو سيوتبل فور تشيلدرن، فور elderly، فور بيبل with disability. رص كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، ازاي ان هو يبقى ديسبوزل، تتخلص منه بسهوله، ريسايكلينج، الانستراكشنز. الغرض من السيشن اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده دي هو انك تبقى عارف المواصفات، ازاي تحط توصيف قياسي يحقق الرغبات بتاعت العميل، ساتسفاكشن العميل، وان هو بيؤدي الفانكشناليتي المطلوبه، وان هو بيعالج الكونسيرنز التخوفات اللي ممكن تبقى موجوده عند العميل. وبالاضافه لكده كمان جزء مهم جدا من عمليه الانتاج الهندسي هو الصانع او مقدم الخدمه، السيرفيس بروفايدر او البيزنس ريبريزنتيتيف، لان في النهايه يعني انت بتقدم المنتج بتاعك، هو في الاد اند هيوصل للعميل، لكن هيوصل عن طريق شركه، وفي النهايه برضو الشركه دي عاوزه تكسب، يعني هي مش بتعمل حاجه مجانا يعني. فازاي بشكل ايكونوميكال، بشكل يحقق ليها ربح هامش ربح جيد، تقدر توصل للمنتج الهندسي بشكل كفؤ. فهي دي الغايه من وضع الستاندردز او المواصفات القياسيه المعياريه. اتمنى يكون الكلام مفهوم، وبالتوفيق ان شاء الله.